وحن ربا حوغا برفسور كأينا نكو قبسي وضا أرنتي أهيد يونيونك هورتا وحاجرتا وطادك سوماريدا إلي وقادان أي تهي يو أنك أركي أرشا عبسك هداد كشو وحاد حليسا إينا أي أهي إن لغوهي شيي سوماليا لحيدنك بيشا جولاي كوديدا إن أي حرية لغو الواق وحد عدي إنجريز أي أفر مع الموت كهر أساقون عدنا أشيغي وضد كي لوكال كاهو لوكال غبمنت كي هرقيسة أشيغي أي ديارة قاتل اسكت لوفين مركب حاوي أرنتاس إنا لصحو هدي لي هدي برفسوركو حوق سارو لابد دولة دولة با إسو يميت وحي لي رجالي نيسا وان إسلاي هاي قايب تهدى كالاقو أدالك مركا وحاوي دالك وحو أها هال داد أه أو لابد دولة دولة أو يوروب أه أي قايب سادين دقالكي لابدك بعد مركا إساس دعدي با يو أنك مركي لغسو دميي الله ونحر سي عبد الله عيسى إي عبد الرساق حاج حسين وحاد عدي إن هشيسكو أها حال مرة إلي كبحان لبضوا تذكر سوماري داوا إن لو شيغو محال سمي إنجريسكو خيانة سي نقو سميين تذكي سي أقيبيان إنجريسكو بحي كلو سميين كاشمير بيكو سميين كاشمير حقا كتالا إذن لتا باكستان قداشة دي كتالا هدنا هندي أي أصحيحين صاحبتني وقارها كده حيسو خوصو هدى أنا شيغيني بوك باجرة لغا قري مركو بحيوي دادك الصومالي دا وسيقي بسميان هدي اللي يراهدو لابد دولدود يا إسو يميد آني قوان وحبا وقدن لهين وحي أهيد هل ودن one nation one people يا أو استعمار كو خدد إنو دقل وحي كلو سميني قروز سميين أناغا كوفرتان كلمين كوفرتو بحي أهيدول حاسلون waxay kala ahayd dhul raqiis ah oo nolosha ay raqiis tahay ingiriisku waxay sameeyeen waxay badiyeen xataa mashaaradi bay badiyeen oo markii la isu yimid dhibaato ka timid dadkan 500 waxay qaataan 200 shilin bishii kuwan 500 bay qaataan dhibaato ka timid halkaas markaa waxaan rabay inaan professorka halkaas ka saxo asagoo raali ah oo mahadsan waxaan kala u sheegay waxaan kala ku raacsanahay professorka constitution ku inuu yahay anuu laba shay baan markaan dhoofa qaata mid waa kitaab oo diinta gadaal baan ka baranay anaga afgaliyan iyo afgaalad baan baranay iyo constitution ki 1962 dalka laga ansixiyay constitution ko bigas ma dhigo because sidoo professor ka u sheegay waa the best afrika iyo adduunka oo dhan intaas aan rabay inaan sheego waxaan kaloo rabay ku daraya wax yar waa comment waxay guye أسوأ إشا وحكى الصولة شيء أسوأ إشا مركي دلك جارسيين حرية دا حكم كما قبل وديبن حاول دتك صومالي دا إن لا شيء جو ما أنت إني يذكرين إن أنت حرية كاني ودرشت لجاي اللي هي هاي أو أدنك قيب صدق تاسي يو أن أسميين أسوأ إشا وحينا كم مدينين سيد الصومالي دا وقتها حسوس جار constitution kuna waa the best you for high constitution the best was why alla waxay ino sameeyeen wax aan meel kale laga sameeynin waxa kaliya aan sheegaya hal mid aan ku daraya waxa weeye dal sidee u burbura kuma burburo missiles iyo hub culus dal wuxuu ku burbura saddex shay ko markii tacliintu hoos u dhacdo labo markii corruption ku bato ayaa badan bay ka dhacday saddex markii dadku ay ownershipka dawladda ay isdhahaan waa laga durkiyay intaas way intaan idiin sheegi lahaa